سوريا تستحق التضحية، بس من شو بتخاف عليه؟ من أنا اللي عملناه مشانه ما يصير مثل ما أنا متوقعين. اللي حاربنا مشانه ما يصير. اتدمرت، بس قلنا يلا ماشي اوكي، بس رح تروح لمرحلة احسن. خايف كلمة رح تروح لمرحلة احسن ما تتنفذ. خايف نستمر بهالحرب هاي. العالم كله شالت سلاح رايحين لصومالي. اي بخاف عليهم. بس مثل ما في انا خايف عليها، اكيد في كتير خايفين عليها وراح يحاربوا مشانها. وعندي امل بهالاشخاص مع انهم قليلين كتير، بس عندي امل فيهم.